يمكن فترة الامتحانات دايما بيبقى فيها توتر كبير قوي وحالة من يعني التأهب موجودة في البيوت استعدادا للامتحانات، لكن فكرة القلق يا دكتور في حد ذاتها احنا عارفين ان في قلق بيكون ايجابي وطبيعي وفي قلق بيكون تأثيره سلبي طبعا. فعايزين نفرق في البداية امتى القلق يكون كويس وامتى يكون سلبي. اولا يعني شكرا على الاستضافة. اهلا بحضرتك وتحياتي لكل المنازل اللي عندها حد في الامتحانات. وانا عجبني انك قلتي بتكون فتره فيها بعض من الاضطرابات والشعور يعني بالخوف وعدم القدره على يعني الاتزان. فده طبيعي جدا جدا في اي حد دخل امتحان، يعني ده مش كده بس، لو رايح حد يروح يعمل يعني كشف هيئه عشان اي حاجه هتلاقيه ان هو قلقان. في محل بقى الثانويه العامه اللي احنا بنعمل لها الحقيقه يعني كتير قوي من الضجيج بيخلي الطالب او التلميذ نفسه يشعر بكثير جدا من القلق والاضطراب. صحيح. هو مش الحقيقه يعني هو الموضوع احنا بنتكلم واحنا الموضوع ان احنا لازم نعلم اولادنا ان من اول يوم بيدخل المدرسه ومن اول يوم بقى لما يكون في يعني ثانويه عامه من اول يوم في السنه يكون عامل حاجه اسمها جدول. بذاكر قد ايه، بعيد قد ايه، بسيب الكتاب ده كم مره، بدرس الحاجات الصعبه دي امتى، وهكذا. احنا حياتنا كلها وللاسف ما عندناش جدول. ما عندناش جدول في حياتنا. طب يعني لما خلاص وصلنا لمرحله الامتحانات دلوقتي نعلم بقى اولادنا ان انت لازم تبقى عامل جدول برضو علشان تذاكر ايه في الاول وتسيب ايه للاخر. دي حاجه قالت بيه الحقيقه. فاحنا محتاجين احنا دي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه بنلاقي الاب احيانا يعني تلاقيه ان هو صوته عالي بيزعق، لو شاف مثلا ابنه ولا بنته قامت ولا راحت كده ولا راحت كده تلاقيه يتعصب. او ساعات انا بسمع الحته دي وحضرتك اكيد وكلنا، طب شوف يعني تعالى شوف دقني بس لو انت نجحت، انت مش هتفلح، انت طول الوقت ماسك الموبايل، انت طول الوقت بتتكلم، انت طول الوقت كذا، بيكسر مقاديفه كده زي ما بنقول. بالظبط، برافو عليك. زي الشباب بيقول كده بيكسر المقاديف. فده طبعا حاجه برده مش ظريفه، لكن انا محتاج ان الاب والام يكونوا يعني في شكل هادي جدا جدا وقادرين على انهم يعني يحاولوا ان هم يعظموا يعني قدره الطالب او الطالبه. طيب. ويطبطبوا، وعايزه الام دي تبقى حنينه وهي تبقى يعني حمامه السلام. لان انا بشوف اباء طبعا الاب بالذات ساعات لاقيه متعصب على طول وبيزعق، ولو دخل لقى الولد هنا ولا هنا يكون صوته يعني جايب اخر الدنيا. لا، احنا محتاجين ان الاب والام نفسهم يضغطوا على نفسهم شويه ويبقوا في هدوء، في هدوء. وحته مهمه قوي الام اللي تقوم بيها بقى، الحنيه، الطبطبه، الدعوه الجميله، دي كلها بتخلي التلميذ او الطالبه في ريلاكس جامد جدا جدا وبتخليهم حاسين انه بالامان. طيب خليني عايز اشعرهم بالامان. اوجه نفس السؤال لدكتور اسال حضرتك على ازاي برضو نفرق ما بين القلق الطبيعي والقلق اللي ممكن يكون مرضي او تاثيره سلبي، عشان برضو نكون بنشرح للجميع ايه الشعور الطبيعي. اولا تحياتي ليكي وتحياتي لكل المستمعين، كل سنه وانتم طيبين، يا رب دايما ايامنا كلها اعياد وسلام وصحه. اشكر استاذتنا الغايه استاذه ساميه خضر على تواجدها وان انا زميلها في الحلقه، ده شرف كبير جدا جدا ليا. تحياتي ليكي هان. في الحقيقه لكل اب وكل ام بيسمعوني دلوقتي، حبه مؤشرات لازم تاخد بالك منهم لما يكون ابنك عنده امتحانات، سواء جامعه او ثانويه او اعدادي او حتى 6 4 5 المرحله الابتدائيه.
كل البيرنتس الفتره دي تحديدا بيكون هم اللي عندهم القلق وبيصدروا القلق لاولادهم، فبالتالي الاهالي الاب سواء هو ماما المهتميه جدا بالعمليه التعليميه، بابا المهتم بالعمليه التعليميه، هم اللي بيصدروا فكره القلق لاولادنا. بسرعه جدا جدا اول ما اشوف ابني مواعيد نومه اتلخبطت فتره الامتحانات فمعناها ان ده مؤشر لقلق عام. اول ما بحس ان ابني ابتدى يسرح مني وعمليه المذاكره والتشتت فمعناها ان هو حصل عنده شكل من اشكال القلق العام. لو كان ابنك بيقعد بيحب يقعد على المذاكره نص ساعه او ساعه وابتدى الوقت ده فتره الامتحانات يقل، او بنسميها عاده المشتتات، بيهتم جدا ان كل شويه عايز يبص على الموبايل، كل شويه يبدا يفتح موضوعات وبيتكلم وبيسرح مني، فمعناها ان هو بيهرب من المسؤوليه لانه فكرته عن المذاكره ان طول ما انا بذاكر معناها ان انا في مواجهه مع القلق. واحنا فاهمين للاسف القلق غلط. خلينا نرجع للسؤال اللي انت قلتيه، ازاي افرق ما بين انواع القلق؟ عزيز الطالب، القلق اللي انت فيه ده اسمه قلق ايجابي او قلق دافع انك تنجز العمليه التعليميه بتاعتك، او قلق بيدفعك انك تروح ناحيه الكتاب او ناحيه البوكليت بتاعك او ناحيه الملخص او اسئله الامتحانات وتبدا تراجعها مراجعه كويسه علشان تبدا تخطي هذه الازمه. لازم تفهم قلقك، وهنا نيجي لاهم حته في الموضوع ده، قلقك مش ضدك، بالعكس قلقك هو انت، فانت ترحب بوجود القلق، لكن في الناحيه التانية كمان انا مرحب بوجوده ان هو بيدفعني واستخدمه كطاقة حيوية بديلة لتخليني اخلص من ازمة الامتحانات. وللأسف حتى كلمة ازمة الامتحانات دي انا ما ينفعش اقولها، انا كحد ثيرابيست وبتاع علاج نفسي ما ينفعش نقول ازمة امتحانات، لازم نفتكر ان الامتحانات دي هي فترة معينة بتخليني من خلالها ابدأ اكتشف قدراتي الذهنية ومدى ادراكي للمادة التعليمية بتاعتي، مش بس كده كمان مدى الثبات الانفعالي بتاعي. وخلينا اقول لك بصراحة، قلق الامتحانات هو معاك وموجود معانا، وللأسف طول ما انت بتعاديه وبتبدأ تقاومه ده بيخليك يعني تتقلص او تبعد عن هدفك الاساسي اللي هو التحصيل الدراسي.